رمز عبارة عن همزة مضمومة وجنب مد بالواو، همزة مضمومة جنب مد بالواو. إنما الحروف المتحركة اللي في الكلمة بقى هتبقى عبارة عن مد بالواو للحروف اللي قبلها. أي يعني مثلا لما أجي أقول لك إيه راكنة دي، إيه راكنة دي، ما تقوليش أو. لما تيجي إيه راكنة دي، أو هنقرا أو رفيعة، هنقراها برفيعة مش هنقولها أو، لا هنقول أو وبعدين أو. نبقى نقول إيه أو أو، يبقى الكلمات اللي فيها إيه اللي في نصها أو، زي كلمة إيه